بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كواكيس قالات كمذا من كتاب الصيام للمنهاج. وشرط المعتكف في الإسلام هو العقل والنقاء عن الحيض والجناب، ولو ارتد المعتكف أو سكر بطن، والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهم المتتابع. وحين كسو جري أركانتي إن وتريو اعتكاف كأركانتي شنطة آيت وروح معتكف كأي اعتكافي وإن لهيلو مسجد كم معتكف فيه وإن لهيلو اللبث أما مقتنا وإن لهيلو صدح بوها رقنقا أفرادنا وحوها الكف عن الجماع كشنانا وأنية شنطاسي شرطي أركني بولها مرك معتكف كي بهذا وجود بي، ولكل ركن شروط، ركن كسنة شروط بولي هاي النية شروط دي قيود دي وتصمرتين مسجد كي أصنع ولا قصوا هاللي لبثي ولا قصوا هاللي هذا وجود بي معتكف كي قف كي اعتكاف يي طبعا كده به رمضان وايد هيسا وين أتكفي رسان شروط على قرب معتكف كي وحلو قبعة هاي. وشرط المعتكف قفك اعتكافي كنا قاني مسجد كشرطي سوحاوي وحل لغبا هي هي الإسلام وإسلام على الرباء معايا لقفا مسلم هين عبادة كما أصحي سوء. وأنا مسألة إجماع أرنت أيضا الإسلام قفك وينو مسلم يبني الإسلام على خمسين مركة إسلام كز، لكن سيدا الراجع عند المحققين من أئمة المذهب وشرط أداء لا شرط انعقاد. إسلام كوا شرط أداء لا شرط انعقاد قفك اعتكاف هي اعتكافك وكاء صحاهية لا إيمان يو إنه مسلم يهي، لكن اعتكافك وحاني سنكرتا أقن تميا أظن مسلم أهي كحديث عمر بن الخطاب إني نذرت في الجاهلية أنا أعتكف الليلة في المسجد الحرام. نبي يقول نذر كذا أوف بوري مرك شرط يقول إسلام كوا شرط أداء لا شرط انعقاد وهي مرك اعتكاف كلا مرة يعني كهلاين إلا مسائلك وكل الدوينهين مرك النية لا أوي نية القربة هي نية التعبد والعبادة أيان لقها نقف كافر كأه، والعقل قراد يقرشي تمييز بالله شرطية وقفك اعتكافية وإنه يهيقف مسلمة وقراد كسية مان كسية مسكحي سوأي تشوغان وعقلي له هديك لأهل يدي هي تكليف كما ماشا كبحاية. والنقاو كهفنان بأن الله شرطية عن الحيض والنفاس قفك اعتكاف يهدو ضمر يهينا وإنه كهفن يهي كبت قبا حيض ينفاس إيه والجنابة جنابنا وإن الله قم الرقل يضمر محي إلي قفك جنوبك إيه قفك حيضك قبا إنه فصد مسجدك كمان نغان كران اللبث في المسجد شرط بوأها إيه الركن مرك منافات باكرده هي أحاديث لا أحل المسجد لحائض ولا لجنوب إيه قوله تعالى إلا ولا جنوبا إلا عابر السبيل بل لود لشدا. وأنا مسألة هذه يا جمهور طيعه وقه الله. إذن شروط شرطه شيء تفريعيسي قفك اعتكافية وحالة قربة إنه مسلم يهي عقل يسوكه وعاقل يهي دمر هديته نظيف قطي حائض النفاس سيدوك لرقية دمر بجنابه لقبت قبا أفر تاسبا. وشروط المعتكف ولو ارتد هدو قالوا المعتكف انك اعتكافي او ما سكر او سرقام بطل الاعتكاف. اعتكافك هو بريا محايا لانتفاء الاسلام لانتفاء الاسلام والعقل اهلية ما ماشي كبه اهلية التكليف اي ماشي كبه هذي مرتد كون هذا اسلام كما ماشي لقوا ايه وقالوا بي او سكر واصر قامو خمري وحبو عبي وحواله ومن كيس تكسيه بطل اعتكاف هو بريا مسي سعون يا عباده وحي انت قدم بي وي بريسا شرط يدي باللواي انتفاء المشروط يا مرك انتفاء شرطنا يوجب انتفاء المشروط شرط ما شدو كبح اسلام كا هي عقلك ادي اعتكاف كنا متشريا مشروط كاها. والمذهب سيد اللي قلت لك وحوي بطلانه ما مضى من اعتكافه المتتابع. والمذهب
وحاوي مذهبك بطلان ما مضى من اعتكافه ما بايدقا سدفعا من اعتكافه ايا وناكسا ما دام او اسكو عاطفي ولو ارتد المعتكف او سكر بطل والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافه واسكو ميد لبضوض مركوي والمذهب سيدي مذهب وحاوي بطلان ما مضى وحي التغاين بريه ومن اعتكاف اعتكاف كيسيا المتتابعي اللي سراعين هي شرط هو اها ان لا اسراعي اللي قلنا دري فصل كانوا ويمن دونا بطلان كنا هنا وحلوغا جيدا لمسي ودي كرو اما عمل كورا بريما عمل كورا بريما بناء على مذهبنا قفك مرتد كا عمل كيسو قرمو هوبتا عمل كي هناك سنة ولي مدقوم برهايا وثواب كيسي بريا او هوبانيا لا يحبطن قرمي إيمانيسا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قرمي إيمانيا عندنا ومقيد بالموت روح وينو قال لي ماذا كل انتو مركز عمل سلون هو بنية وما طوهم كفار ايدها قيدي بان كحنبار ان مطلقا اي مقيد كانوا اس حنبار سنين ان ما دام اسكو صوب يسكو حكم بيهين والمذهب مذهب كحوي بطلان ما مضى اي تعذر البناء عليه اعتكاف ضمبوط سيو وضو كي هوري كمد اللي سكرتي وي كان دمو بريا كي هورون الله كو انفعو هدي توبت كنتنا كي هورو كو جرا هدا توبت كنتو قال لي كو دبنتنا انت هورو وا غبتاو بطلان ما مضى من اعتكافه المتتابع معي الي سكرو وا كدرن ياي مسجد كود كبخدو بلا عذر الخروج من المسجد بلا عذر يبطل الاعتكاف وان غاري دونا اعتكاف كو بريا إذا وحكى درن مركا أضو كبحي أهل يدي وعقلي التكسي وعقلي كاتكا كدرن ولو طرأ جنون أو إغماء لم يبطل ما مضى إن لم يخرج ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف دون الجنون أو الحيض وجب الخروج وكذا الجنابة إذا تعذر الغسل في المسجد هذا حقوق دبي ولو طرأ جنون ولي شروط يفروع كبحي سي عقلي إسلام كيبو وذات كوضا حيث كي النفاس كنا وإيمان دونا ولو طرى هدو سود الري جنون والبا سود الري ذي أو إغماء ميردبو البا يمت في الاعتكاف يمت من غير تعد منه باشرطة والذا كوكو تمت إيا ميردبو كان أدوا إن أدن لكو لهي أدن سبب كو لهي أدوا أدد داوية بلا يسكو درتي إيا وحل عنا إيا وحدد كسر قامي ووالو أمان كتكسي حكم كان مقادة نيست ولو ترى جنون واللي هذي سود الردو أن سيجري تري محاي ترى محلو يري لأن المجنون لا ينعقد له اعتكاف ابتداء هو ركوا صح مايات سلاني ما الله شرديا عقلي ما الله شرديا أن قام على حد والنفس والجناب جناب الله شرديا بالله وركوب جنتم ما يضض والله مكلف أمة مرفوع القلم باتاي وحلقه الله يضو اعتكاف كوا صح وكوب جنتم يبا وحقوق تمد واللي يمير دبر لم يبطل مبرهيو ما مضى وحي التقي ومن اعتكاف المتتابع اعتكاف كي ازدبت شوغي اللي قلنا درين ليس راعيو اما حجريه كو سعوده بشا اما مددا مبرويو قيب تورا مبروي سو يعني ثواب كيدي مبرويو اصغونا كاقوبان مهايو ان لم يخرج هدان حوق لغو بحيني روحاس قفكي والا وحالي بابا شمسات كالغا بحي قربها لغت بنان كالغي حوق بلغو شكت ننكي مير دبل كيمت علي بلان دوين بنان كالو بحي سبب لو جي هدي لو سارو ومسالك لكن مجرد الاغماء هي مجرد الجنون كويمت اضو معتكفها اعتكاف هذا كبر ما يتطابع ذو كوجر ما كان صون نقطه امير كوكوس والله هل كيف تكسي وديسا تبني عليه وتقول اللي سوي هدي لكن لو سارو وقربها لو قبطه ومسالك ان لم يخرج يخرج با في عن ان لم يخرج باني اي دغان يخرج با كفي عن مجنون باسو مجنون حلقه الله ان لا سارو خوغ لو شيكتو اما ددك لا ينك مقما عليها اي كحيا يخرج تاسا في عن دملا اني يخرج با اي دغان هدي يخرج بائد انت انت الى متك او حوفي عن يخرج بالبناء للمفعول ما فهمت المعنى هاس انا سكتك تفريقا مركا روحي حوق لو صار لا قصبي يكي ان لو صارين لا كلا قاضي وخلاف وخلاف قاعده خطاب الوضع انا ورام بن سو شيغي كنو نكون ماي خلاف الوضع خطاب الوضع
لما كلا صار مكره ايو غير مكره مختار ايو غير مختار ناسي عامد لما كلا صار هو ان ليدادون انتفاء الشرط وانتفاء لمشروطه مر هدي شرط الا واي بعذر او بغير عذر باختيار او بغير اختيار اكراه او بعدم اكراه واسكم خطاب الوضع لا فقر لا فرق فيه بين القاصد وغيره لا عبرة للقصود وانتفاء القصد ووجوده في خطاب الوضع أصل كسو سيساسوي مسائل كالغسر ومسائل قلان قل كل وميلك كليم من الحسان يوهي ويحسب والله حسابي هذا أمرك بناء على الأظهر على الراجح هذه اللي يدي والدي سود الرذي يوم يردويل كسود الرذي اعتكاف كورو كسر كابر مايو هذا لغو صارن عن مسائل كالغاب بحنين هذا انتاس أمير كذو مقيا أما والد أي جرتو محاهده لغسامين مركاد ميرستو إمانك قوصو الله بطو إلهيك عافيو محالك باتكسي ودي مسوى لحسابنا سوق الإسان مدد لغاربا ويحسب الزمن الإغماء حلق مير دبولك وحال حسابا يا لغسو قاضي من الاعتكاف قياسا على النوم قياسا على النوم وقياسا على الصوم اذا اغمي في بعض النهار وحنا صوم الري ما انك بركي هدي ادمير دبولنت كدبنا الصوم يرسط الاغماء المستغرق ايا دبيي صومك اما اغماء متقطعه كلو جو هي صومك مبرني قياس على النوم الاغماء ومقيس على النوم طيب هذا نصيدك الاعتكاف كنا ومقيس على الصيام على السياق ويحسب والحساب هي الزمن الإغماء وقت مدد مير دبولك من الاعتكاف بالغ السوقادي وانت مير دبول الاعتكاف هو كوس سعودي ثواب كسنة والغ السيين ايا حنون باكو يمت إلهي نفضل قيسير حمد وحاكم ذا أدونك أدو حنون صدو عبادة دي أولا إيمان شر مركو بد قبيبا لو قريا ثواب كد دون الزمن الجنون والد الزمن كده لغوي حساب معي معايا يلي مكلف متي مرفوع القلم بات مرفوع القلم لعدم الأهلية قياس حكينية مرفوع القلم أن نقطي دي قلم التكليف المضر إن لقاد القادوي لكن قلم التكليف النافع وإن لغو حسابه هذه القاعدة صدرت الماء يركا وحي خير أولي ما دي ثوابه والله قرى سبق حالة نشيط دائمة دربت اللغو سيده يدي هذي حاج أني يستطوء وهو صحايا أبيها تطنق صارت حاجك وهو صحايا أحد غير مكلف كا وحد دفين يا والله قرا تفضل من الله سبحانه وتعالى وحد دبي أيا لقام ممنوعة صادرت بجمهور السلف الصالح إلى هذين المها السبقة مميز كا أدور ردية قال لما كنت عو قالوا بيا لكن لا يقتل حتى يبلغ كفر قال له ذي كأس لكن لديل ما هي صلاة ويؤاسحي وحيابها النوع عاصة وحيد دي بيون بلغة إلالية مركز جنون كي إن لك لساري إغماء حق التكليف اللي هو كلاسار قاعدة سبورنيس لا وحن كلاسار إن من نشر دي قبال له لي من نشر دي قبال له العقل بلغة وهي مجنون كا نينك مغمى عليه قا أنا عقل قبال وجوه حقو قلب مهبا لي حقو ميردبول يروي هردوك لو دون الزمن الجنون حلق والده يضل الحساب ما هي لعدم الأهلية أو والحيض أو طرأ الحيض أو الحيض صوما ومجدنا أو الحيض أو طرأ الحيض حيض بسود الرياء قبلهم معتكفاء أو اعتكاف وجرتا ليك كوي من عادها وجب الخروج من المسجد مسجد كإن لقبح واجبية مسجد كإن يكبح ذو أي واجب حاجدها دم سيدكم أن كان كرتو مرد حجو كرتو وقتهين على رأي الجمهور معايا مكث الحائض في المسجد ومحظور وترك المحظور أرجح من فعل مندوب هذه القاعدة اعتكاف محوها وشيء سنة خير بدن وفض بدن إن أصغي الله إلى لي يين حارانت إن الله إسكي إلى لي كيبا صحا إذا وحالينا هاي مقتل الحائض في المسجد ومنهي عنه وترك المحظور أرجح من فعل مندوب لكن علماء أن شردين المسائد كعام كان سوى شردين أي يري هوين يدو مسجد بيتها ويكون اعتكاف فكرتها
مركو حيثك كردعو هدينو أبرنا حيثك وجب الخروج أن يدعي مساعد قبار معتمد حجوي كرتو حيث كنا مبرون اعتكاف كان دهانو وحي حق له اذا انت مساعد كو ان كبخدو ان اي كو اعتكافته مولع عيدي في بيتها تانا اوغاد هاد تاسنا ماشي كسو بحيس وقول مزني وقول ابي حنيفه ابراهيم النخعي جماعه وانا بزمر او الاوطر الحيض حيث بسود هي وجب الخروج من المسجد با يا ان مسجد كاي كبخدا واجب وكذا الجنابة وكذا إذا طرأت الجنابة وحال لم يسودوا كل الجنابات يسود الرذو إذا قرت تعذر أو سرق لواي الغسل مايري في المسجد لغم مايره هاي لحرمة المكث في المسجد على الحائض والجنوب هذا إنه مرين أظن معتكفا جنابة كوتيمت جنابة أن برون الاعتكاف قبل الله يا وجنابة دي احتلام كادي والرياضي أما ضد قال مصر يسوي اعتكاف متجر وكبر يا بالإجماع حجبه ببريان محكر وضاها هاي صونك ببرني وكذا الجنابة جنابة ذي بالله ماذا هذه سود درد الجنابة ذي أن برني اعتكاف كو احتلام كا إذا تعذر الغسل في المسجد وجب الخروج أسونا يمسات لك بحواجب يولا سوق بيستو معناها سو شيخ مركب أجيدا فلو أمكن هذا صورة قالوا الغسل فيه في المسجد وي جاز الخروج بحد باب بنان المسجد كالقبح ولا يلزم الخروج من اللازم يه جنابة كوكوت مضوء معتكفة بمعنى واضح احتلام تواضي يرها صحة كدي من أول شيء باكات شبطي إن المسجد كبح ذا واجب يسقور ما وهذا المسجد كأذن كل حق بيسن كراسو ومسقلا لهين باف لقوق بيستي مرافق كالأوسن لهين هدوء لي هاي صوما حتى هدوء لي هاي ومرقو قبيس المسادك فلو أمكن الغسل فيه جاز الخروج وابنائي إلا بحمحاي إلي مسادك اللي قد حق قبيس تحيوه خوارم المرؤة وي نيوي مسادك اللي قد حق قبيس ما في عنا قرقي سي هوتيلي سي هذا إن هذا شفك برنا سادو الدكتيك دي لو فيلوين لقو أركو ومالها كسي أردى مسادك مسقولي سكود دقال الله وهي مقر حسانية معتكف بأن قد دي دي وحاقو برنان إن هذا كسوق باستحافظ هذه يوم لوج كاد جنيدي ساسي لي فلو أمكن الاغتسال في المسجد جاز الخروج مع ذلك إن لبحا بنان ولا يلزم من لازم يخرج ما واجب يو يكون بنان تايوي هذا هو مركز سيارة اللي مرأتك واضبحي كرتا هذه كان واتك قبيسان كرتا محانو واجبين خروج واجبين رعاية للتتابع حيرك موالاتك اعتكاف كانوا إلى علينا إنا طيب ديك الاعتكاف بعد خروج كجبها يوم ولا يحسب لحساب مايو زمن الحيض والجنابة ولا يحسب لحساب مايو زمن الحيض حلي قبر وحيد كي لحد بري حيض يا هيد والجنابة صعد أما الله ما أما الله بدي صعدوا الجنابة أيتك ويس لقد لقوا حساب ما من الاعتكاف اعتكاف أكو ما ترسانو محي لي ومنافات هاي الاعتكاف وشيت المحوا اللبثو في المسجد من جنابة قمرة مسجد مرح جوج جكرو إلا أن يصيد بدو قب محي ضنا مسجد مرح فريق سنكرتو قورمان ما كان لحساب النهدي ومحاك حسابته هداي دعوه هداي دعوه عذر دار درتي انو نينك جنابه دا قبل مسجد كو دح فديو حائضه عذر دار درتي اي بخي وي روبا با كو قبسد عبسي با بنانك لو كو شيغي مسجد كي با تي دح فديده اي ادو ايو هي حائض قبا او حتي دح فديده جنابه قبون قبي سنين زمن كاس ان مسجد كي جوقتدان كبخين خروجنا دحين مع الجن مع الحيضي والجنابه اعتكافك ما لغو دريم لغو حسابي لغو حساب ماي ولا يحسب زمن الحيض والجنابة إن مكث لعذر في المسجد ويمعنه فصل في حكم المنذور هو فصل هاي اعتكافك اللي قلنا دري وفيه مسائل مسائل دور وشيء قدونا أو كدر وريد دونا فصلكو مسألة كوبات مسألة تتابع نك الندري يكون ندري اعتكاف حريرة محاء حكم مسألة اللبات نك اعتكاف كن ندري حريرا لكن استثناء قشري أو شرط حري التتابع والاستثناء كدم نوحا إيمان دونا قاضع التتابع تتابع محاقوية حريرك اعتكافك محاك على الجرة
حاكروا قال دون مسألة المرض ومسألة أفراده مسألة خروج الناس ومسألة شنا شنتا مسألة أيو فصل كان يقد الوريقية نذر إذا نذر هدو نذره مدة متتابعة وقت حريرة واعتكاف النذر وحور إله يو وحان شتاد كقل يو يقول إذا إنا بشن بشن عن اعتكافه إنا أسبوعا سوسع عن اعتكافه طبعا كان مال مودي سوسع عن اعتكافه مدة معينة أيو نذري نذر إذا نذر مدة مدون متتابعة حريرة لزمه التتابع والاعتكاف المنذور باكل لازمية تتابع وواجبية معايا إلي وتتابع ووصف مقصودة أصغانا شرطي كقلي والمسلمون على شروطهم أوفوا بالعقود وبعهد الله إذا عاهدتم تاسي مرك أيضا مرا ملها قسي مشغول منه والصحيح سيدا فيوحوي أنه لا يجب تتابع مسألة كبات بكجرة بحث قيدي والصحيح أنه لا يجب التتابع اعتكافك إن لحريري ومواجبي بلا شرط شرط إلى الآن هذا تجد مثلا إله شرط هو قال إن أسبوع عن اعتكاف إن بالاعتكاف إن أو حاتر يصدح برود اعتكافه بشنا ما ندهن بشنا ما ندهن مدة طيب يعني وحان وجد حيدا ما ندهن بلنا اعتكافات أسبوعنا اعتكافات شن مال مدينة اعتكافات ما ندهن أو حريدا ما ندهن أو حريدا ما ندهن ولا والصحيح أنه لا يجب التتابع بلا شرط شرط الآن ما واجب يا ان لاسحري اسبوع داتري تدوب بريبا سكلي ماني ساداي دونتا كلا غونات بل باتري لواتني سغال بري صدن بريبا الله ماني ساداي دونتا خي دود دونتا كلا غونات توم بعد اعتكاف دانا توم كلا دانا ان كلا قدري كرتا تتابع وحكو واجب يا مدده معين ك بالشرط لا بمطلق الاعتكاف ولا بمطلق النذر كما واجبي وان لا شيغو مقابل صحيح حولية ما هو هداد مدة معينة بقات برده وتر إله بالبان اعتكافية أو أسبوع بان اعتكافية أو سنة بان اعتكافية أو لباتن بريمة اعتكافية وإن لحريري قياسا على مسألة الحلف مسألة الحلف وام هاي والشافعية أي مذهب سكوا فقسين أفرت مذهب سكوا راعي وحاد تري والله بان انهب لها اللين لباتن مع الموت باتري بالبان لها اللين لابد له هبل لها اللي ما يكون دارته دارتها دارته وحكيني سا لابد بلود إن النقطة لحين برو حريرة وإن يحيد مكلا قوين كرت أنت بالك أمستو هذا الله بلود يري هذا أنا بالك مدل الله هذا شيء هذا أنا بالك لك ما أمسي كرت دارته وحكيني سا من حلف أنه لا يكلم فلانا شهرا وجب تتابع الشهري بمجرد الحلف لماذا؟ لأن مقصود كهبل إلا جويو أو لجش جرودو هجران كوها لو بلودو لما أنا بشر لما هذا البلودو ما بدي عم بهجران طيب مسألة ذا مركا حلف كو حكيني سأظن تتابع الشيخين وجوب تتابع كذلك اعتكاف كو والله مدو مربادات بالتري أما أغلباتن بريد تري أما أسبوع تري سي أوتوماتيكا حلف واجب يا حلف هل قصد مقابل كفيرنا ولا صح أنه لو نذر قول كامركا حيحك سورج وقول مخرجة ابن سريج با خرجه على مسألة الحلف وأنا من أصحاب الوجوه وبه قال الأئمة الثلاثة ولا صح أصح وحاول أن سيد الروضة كيمت أنه لو نذر يوما ما نبكون نذرين اعتكافه لم يجوز مبنانه تفرق ساعات ساعات قيبية وكلاقات قال حاتري لله علي نذر أن أعتكف يوما لله علي أن أعتكف يوما هل ما إن اعتكاف يا إلهي هو قاضي أبلا قاضي باتري شرط كاسدكش ساعديه سما كلا قد قاضي كرتام سمايا صحيح أصح وإن كلا قد قاضي كر يوم إن ذكر قاضي كريم محايا إلي لأن اليوم عند العرب كما ذكره الخليل ابن أحمد الفريد في العين اليوم عند العرب ومن طلوع الفجر إلى غروب الشمس يوم هذيك لو بس داس بقى لما كلا قاضي كر من
طلوع الفجر إلى غروب الشمس ويوم الله يطبعن كساعوي هبينك حكوس وقلي يا أما قرينو أما سياق كلام شرط بكوس وقلي مرق تفريق الساعات كوما بنانو لأن المفهوم من لفظ اليوم بسيط لأن اليوم ولفظ محدد بلغة وعرف شرع ومركز ومبني عليه اصطلاح خاص شرع ومالها في اليوم مرهضان عرف خاص يوم كون شرع ولهين وحنكو حربان امبارنا عرف جي عربيات بلوعين اي كل لغه وجاها مقابل كون وحولي هاي وان كلا قادي كرا ساعات كي طيب الكاس اصغ ولا مرايا والله صح اصح وحوي انه اول وحن لا يربا 12 ساعه 12 ساعه لا صعبان اعتكاف هيا وان اسكو دنيسن هدانا شن صعبان اعتكاف 7 ساعه وي وان اسكو دنيسن هدانا شن كلو شن ساعه كلام كدفنايا من قوي 12 ساعه ما لوان اعتكاف مقابل كسيده سوره والله صح انه لو عين هدو برب مده مد بربي كاسبوعن او كله او وتعرض او بنبخ للتتابع اسبوع حيلاتري لله علي الى وحرب الله قائنا اعتكاف هل اسبوع حريدات ولو عين مده معينه كاسبوع وتعرض وبن بحليه التتابع وفاتت اي كتقت مدتي لازمه حكون لازم التتابع في القضاء لان القاعده عند الفقهاء بقاعده اجماعيه وقاعده فقه اجماعيه القضاء يحاكي الاداء لهذا القضاء يحاكي الاداء قضوه فرع عن الأداء قضوه وحوش بها أولا كان قضاء ما سانت وحولي سانت أده لي هاي نبي قوات قرنس عليه الصلاة والسلام صلاة ديه دور كامرك دافين يوم الخندق ويوم الأحزاب وتكون ويا قال انت كوب يا كيران دقال كي هل كنك جهاتك وكم مشقولي ما احنا كر لو قادي واي قبل كمرك ودعاي وعشاء لقاري ومخرب لقاري ويقال دي النقدين وإن جان استر لها لنبي حكسو بلابي صلاة بصلاة دي كهو الرئيسي بو ليمت عصر ظهر عصر مغرب عيش أساس وصول دبادي هذا مركز صلاة جمعين إيسان سيدو تكتال جمع التأخير بعد ثمانين إيسان محاد ثمانين إيسان جمع التأخير مكاد ثمانين إيسان هي كمات كجوغو ظهر إلا سيقا به الرئي ظهر كتوكن إيسان دان عصر هذو عشية هي مغرب مغرب كتوكن إيسان دان عشاء تكن إيسان هذو التقديم يهينا عفوا وحرب جمع كاور جمع تقديم كمان شيء جمع تاخير كي ظهر بان دي بود دغني عصر بان جيني حلق عصر بان تو كاينك يلا قبل لا ظهر بالله بلا بهاي عصر بالله قال بحيت عصر با ظهر يي وحو تو كاينسا اي 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 عصر كي صلاه سي كل هريم وحا كسو بلا بيسا ظهر كدمنا عصر بعد قلني سوا هادو سنتغينين وقت عصر ونصبح انه ضايق الوقت وسنجرين ترتيب كاسا اصلا اذن القضاء محل قاعده يحاكي الاداء حاتري مده معينه اسبوع اما بل او حيدان الله بدل كو قادين اعتكاف مده دي باكو سورغلي ويدو مشغول كلي بد كلاد غشه يا سفر يا هولا كو يمد وفاتت المده اسبوع باكو ضافي بش باكو ضافي لزمه التتابع في القضاء اعتكاف بلا اما اسبوع وحيدات سو قضين لان القضاء يحاكي الاداء حديث كاس انا اسال واتقرن انسان مثل هذا ما هو القضاء؟ قضوه وتقانا وامحي وفعل المامور به بعد خروج وقته المقدر القضاء وفعل المامور به بعد خروجه المقدر له شرعا والاداء عكسه الاداء وامحي وفعل المامور به في وقته المقدر له شرعا من نوام بعد خروج بقى قدري فعل المامور به شيء لا يسفر ولا لي ما دوي وقت لو جانغو شرع او جانغو ادخلت تحت ما دو قضى هنا وقت امك بحك دي الله ما نس وان لم يتعرض صوبا بحن له اي للتتابع لم يلزمهم في القضاء لان القضاء يحاكي الأداء سذكره وعاتري لله علي إن أنا اعتكافه بل إن أنا اعتكافه تضوات باتري شرط التتابع ماذا نشيق نعرب كذا ماذا نقول فن حقا ماذا نيسني إلا غلاف بعد النية ذو كتري ويكون سورة قلو ذو مدد أشكتين على اعتكافته إن أتوقف ضيسات دمع عضي
لقى مربو تتابع لقى مربو وإن لم يتعرض صوبا بحين له للتتابع لم يلزمكم واجبا في القضاء قضاء لم يلزمه تتابع في القضاء مكسوى قضيني لكن هو مستحب ومستحب ورد مستحب يا يحاوي لكن وجوب بالقها لكن وكوفي عن تاي عبادة إسرار عضا كوفي عن لأنه هو مبادرة كجرتا ودك دخير كلو دك دك كجرا إن شاء الله يسونك سومر إنما أمرك لقها لي ستة من شوال معين سومر وتتابعها أفضل وتتابعها أفضل إلا سرعية فض بضن فض وحكي من هي جميع الأدلة وحي فارتخير إن لودة فاستبقوا وسارعوا المبادرة إلى إبراء الذمم ومستحب بإجماع الفقهاء إن أدك تكتدي ماذا لو يحي سرعين تكبر يشوف سواء كسر على سبيل الوجوب أما كسر على سبيل الاستحباب وفي عنطه وإذا ذكرت تتابعا وشرط الخروج لعدد صح الشرط في الأذر والزمان المصروف إليه لا يجب تداركه إن عين المدة كهذا الشهر وإلا فيجب يشيخ وإذا ذكر هذا الشيخ معتكفك التتابع أبو الشيخ في ندري وإذا ذكرت تتابع في ندري ندر كهذا ندري زي بتتابع بات الشيخ تي وهو شرط وحون الشرطي الخروج بحتام بات شرط القبصتي لعارضنا دو حكو يماده وحسود الريادو يمادنا بحكرته صح الشرط في الأذاري لأن اللزوم بحسب الالتزام هي القاعدة لأن اللزوم بحسب الالتزام وحكو قبانية هذا الشرط هذا ينذر كذا كوكو قبانية وواحد التزام تادو السارتيو وعادتني إلهي وحان يقول يا ذا حياتي الإنام بالاعتكاف بالإنان اعتكاف بشاسو حريدة ذكرت تابعة في ندري لكن وحات رياه بشا قده إذا هدو حنون يقول يماده أما وصفر إصوغ له أما باهيه بلا أي ثماده وانبحا هيا شرط كاس إله وذكالينا بالبنك واعتكافة حريدة لكن هؤلاء مارمان هدو ثماده فرق بان الله الله سعاد وشرط الخروج من الاعتكاف لعارض هؤلاء سود الرذي صح الشرط في الأظهر يضاين قبسن قياسا على الحج قياسا على الحج شرط هو قلوان وقاصحا فدوكتي هوشا يضع وعاتل أضاءت الإله وان حجين ايا وان حدي لكن محلي ماشي ان كحل وماشي ان كدقاق واي ماشي الله يقشره اما عدو يقهر استاغو اما حنون ان لق دقاجين واي بان كحل الوبيا بطاست كو قبر عيسى هادي قادي هولاد وان حلال وبيس سيدنا علي وكي شرط كسو حدي حجك اي الاله يوحان حدي سو حدي حج وحن نبي محمد حدي بان كلقب سنية شرط شرط وي قلان في الحج كذلك في الاعتكاف مركوان قلنا مدك لي تطابع محيوق قبطي نذرك محيوق قبطي شردي انقلي نذرك انا شردي تطابع انا شيقي انت ابا هدي الله يساره شردي قدنا هلا يقبطو ان لا والله شرط لبشرط اللي يجيله ونذرك اللي يقبطو تطابع الله يساره كيانو ان قبطنا يع اللي يجيله وعدل در اذر والكاس العسكرية طيب مقابل الأثر وظاهر حوليه وشرط منافي للمقصود الاعتكاف فيلغو هذا مقابل الأثر حوليه شرط أن آتي لعارض وعي مقصودك وعي شرط منافي للمقصود أن لا يعتبر سيدي سبا طيب الكاسو اللمرية والزمان المصروف والزمان المصروف إليه لا يجب تداركه هذا أظهر دين كدسنا أولو إلى شرط وكوس عنيا طيب شرط حلق وقت يكوب حي يتكوب بيرتريس شرط هذا دانا قبسك وحاتر إلهي وحان وحانكو اعتكاف يا بل بشاسو حريدة لكن شيخ بلا دو حنون صدو وان صوبو قنيا اعتكاف بينه وإيجيرا ما كان بقشا صورنا ميانا ونص الله بنا يا شيخ بلا قارس الجوابه ما قد اسبوع اعتكاف في سوادات كحنون صدي شرط قادي بلا قاري بس قد كل عضي قارس باتكتي وثور نقطي صدح مال مود بس قارس كم مغنيت صدح لام مال مود مال سوق قضين وصدني صدح بري بلا قار ربا اعتكافه مسه لقومه هيستعد لقاه الله يا من أجمل قصة فرت والزمان وحلقي
المصروف الله إليه إلى العارض إلى العارض شرط كي قبسة الله إليه لا يجب واجب تدارك إلا سوى قضيه لأن النذر في الحقيقة لما عدا معايا إلى شرط قادان اعتبارني نذر وحقود عيبة صدن كبري كلي وحكا دير لما هيستانو كما ترسنا وحن كنا دريانو قرمان الله هيسنين سوى قضيه تدارك أي قضاء بلوجه إن عينها دو برنب المدة مددو برنبي وكهذا الشهر أوجيلي هذا له بشن بشن رمضان بشن شوال بشن رجب اعتكافات او حري داتري لكن هذو دبك اي ما دوام رب وان بحيا وانا صون قنية مركاسا لغو هيسيني اتوقع بيسو انتي اي كون نغط اللغتين تدو بري ايا بشي كوة صدح دي بري ايه كار تقتين سوق دي لغورن ماي وإلا هذو سن برد من بشي اما مدى معين او سن شاقين فيجب التدارك اي القضاء وطاقد من مدد أتكون بحسي زيارتي هي شرط هذه عارض كذا أتكون بحس وحاتري إله وحد يقول هذا هاي إن اعتكافه بالحريدة وحاتري تدوب برو حريدة ما عندهن تدوب دم بري بشن تن ما عندهن هي كاس وادي تلاقي مركا يلا ولا قاربا وطاقد ينيس ومركا أيان معدودة لا قاربا مركا ربيش بيش محددة يهيدو من الهلال إلى الهلال من الهلال إلى بش الله معايا إلى مركز عينته ومعينه وحباكم مكرد كروحك ما قوين كرتين ومن رؤية الهلال إلى هلال وي لكن مركز قبصة مطلقة كردكتو وضن هذا دي نوضع عين من هي لو أتني سقال بري ترى لقربة عدد بيسو بدليس رؤية الهلال ما عدد بيسو بدلي وينقطع التتابع لما مثلا صوم مرة اعتقاف كل قلنا ده اللي ما مسؤوله كمان اللي شن مسؤوله كده مسألة كده ضحية هيد مسألة التطابع مسألة لبعضنا مسألة الاستثناء الشرط وقينا قد مرة ينيو وإذا ذكرت التطابع وشرط الخروج لعارض أنت أصلا مسؤول مسألة صدحات بوجود بي قادع تطابع تطابع حقوق حريرين تحريركم حقوق محاسة قوية وينقطع واقع التتابع إسراع حجرين تباقوا عيسى أما إسراع سين تباقوا عيسى إذا قلنت موالاتك بالخروج من المسجد مسجدك الله قد ضحيكوا عيسى بلا عذر اعتكافك أن كنا درتي حريري أما أن كنا درنا السعودي حقوق عسي السبا إن هذا تكبح مسجدك بلا عذر هذا اعتكافك ألوظ في المسجد حقا نظر بحين لا لما لابد منه من حاجة الإنسان واسكبح لي بلا عذر بطل التتابع هاي للمنافاتي وفلينافي المقصود ينافي حقيقة الاعتكاف خروج من المسجد لعد بلا عذر وفل كهر إيمان يديد يوحي اعتكاف الأورنج ريبو يديد مركز يأكل ماهي ما كل مكران والنقائض لا تجتمع حقائق متنافيين تا ما كل مكران وأنا مسألة هذا الأمر الله ولا يضر دب ملها إخراج بعض الأعضاء حبنيه بركوض بنان كو صارت دب ملو دب مهاي مسألة كذا كتيرة يا ما ذا حلب بحضي لقب بنان كذا قطعي أذو نحكي فان ثلاث قال قطعي يا قار كذا بنان دم بنان كذا عي كم برون ويا اعتكافك ولا يضر دب مهاي اعتكافك أما تتابع ما دب هاي إخراج بعض الأعضاء حمناها بركوض الله بحي من المسجد اللي قبح لحديث عائشة في الصحيحين معايا للنبي محمد صلى الله عليه اعتكافا أيو أنتم سادك كصوب بحي اللقونتا يعني ماذا حول رقد تري ونوشن لين تري ونسريدين تري النبي عليه الصلاة والسلام وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان قرقنا مسو قل تري مكو اعتكافا أيو دن روح بن آدن وكما يرمي وايم سيدا قضاء الحاجة وكلي ولا الخروج ولا يضر الخروج بحيتان اعتكاف كي تتابع مرد بهايو لقضاء الحاجة تنقود شاد بحضي سحرية كانت تطب حضانا اعتكاف كي كمك لقوا يمنا ربا يوشا أيضا عدي قلاد وحاوي لأن المعلومة وكل مذكوري لأن المعروفة وكل مشروطي مركز اعتكاف كي قلي السبع أما النذر هرنا وضع ميوس النقونين إن حاجتنا الله بحي ومعلوم وحلس لوقي هاوي والمعلوم كالمذكوري في اللفظ والمعروف كالمذكور شرطا مركا تاسم ايضا وانسك قد تقين حبابكم مسجر
اجمعنا ولا سوق وريا وشايلا حديثك عايشان كفرا هو كان لا يدخل البيت الا لحاجه الانسان. طيب ولا يجب مواجبه فعلها في غير داره ولا يجب مواجبه هذه اللي دنقدشو يا قضاء الحاجه كاديه سحريه هوريه لمدا ايناد جناب قبيس كنت ابحضو كله اعتكافك تتابعي سمبرنا يا امامك لقوين يا اللي يدي مقصب با مركان سودنا قندين ان غوريغي يتاغو مسميله كلان كسودنا غودن كرا وحان كسو سحرون كرا ام كسو ويسسن كرا ام كسو كادي كرا غوريه كلي ولا يجب مواجب فعلها فعل قضاء الحاج في غير داري غوريغي سميلان كا اهين مواجب يوي هاي لما شقه كجرت خرم المرأة انا كجرت محالا غودا محاكي وركا ماشي لك حالك يعني قولوا هذا هو فغان كرابة من صاحبك بدرس لا مساتك هو يذا بدرس لا أبها بدرس لا ولا لك هذا قولوا يسألك كي الله قولوا قادونا سكشن تريوي لابدوا قولوا يكلنا صدح قولوا الشريك قولوا هذوي قضاء الحاجة وضب حكرتابة لقول هل كنت تكحى وارئيسه مو كاد يتقي كرتا مو كرتقي كرتا شخص ديري قولوا هذا كي وهو بنانتا وهو بنانتا متني قد كويسة إن غوري جاي كسوة قنو دان كتنا واجب ما غوري كلون غوري جاي إنه إيدا وإن كده كتنا واجب ما أنت هو بنانتا ولا يجب فعلها أي قضاء الحاجة في غير الداري ولا يضر دي بما هيو بعدها بعد داري عن المسجد دارت فني مستك فوق تاني دي بما لها والقاعدة هناك ما يثبت تبعا ولا يثبت استغلالا يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستغلال. طيب اما يثبت طبعا ما لا يثبت ابتداء حقي ابتداء ما هي ما لا يفسح ان ابح كرو ان ابح كرا قضاء الحاجه ها اعتكاف يكون بري يكون بري حريرك موالاتك كما كل قايس كما كل قاي. طيب اذا هوش دارت فقاشي هذي دواشيه ذو وما يثبت طبعا ما لا يثبت ابتداء او استغلالا الا ان يفحش بعده انه فلح ما ذم ويه فيضر واجبا يا فلا صحي قول هذا حكوا لك ايجابي حتى يسلينا وقع اعتكاف هاي ورك ايجابي قارب استعرضت حق سعرته وحنقول سود انا قلت هي هذا هو شاس عرفي كب احسن دايوي هو شايضا الا ان يفحش انه فلح ما ذم ويه بعد الدار فيضر مركا واربيا تطابع بك لقوين يا فلا سحتين قبسن او الا لحاجه الانسان لفظ النبي محمد عليه الصلاه والسلام لقسو قران فلكيس لقى عبري يحمل على المعتاد والعاده نادر لو حنبارو وحاد زادي دون تقول ها هذا 10 كيلومتر 10 كيلومتر وهذا يلا يراد وشيء كبحسن عرفي عادته قريها دوب اد وحمر روحك تبي سنه متشري اير انت تكها قوت قولي انكو دويا دوات ولو عاد هضو بوغدو مريض قف حنوسن بو بوغدي في طريقي لقضاء الحاج مركز في سعوتي اذ كان يدو سعوتي اما صحراء او سعوتي اما سوق قبيس او سعوتي اما ويسد او سعوتي اي روح حنوسن وطلع ذاك السين مرتي ولو عاد هضو بوغدو مريض قف جرا في طريقي اي وددي سي سعود كيسي لقضاء الحاجة لم يضر دب مالها بوقشداس ما لم يطلها دوسن ديران ما لم يطلها دوسن ديرين وقوف دلتوكس دلتاغن يوقف كحنوس أو ما سيعدل أوسن كالليحن أو يعدل أوسن كالليحن عن طريق ودريس الله أبحي ها إن أتصدنا قدتو أما أتوي سيستو يا لغوش يا غنين هبل أنا حنوسي وأنا تشيت كادي مرن كادي ودول استاغي وأتبريدين خروط السعونيس لكن بشرط أنها وقود داهن ها وضدنها كلي حنن وهوشان محي يوكل قوين لا تتابع يثبت طبعا ما لا يثبت ابتداء مربها الضيئة أن دنتن أبحي هوشان ليس عليكم جناح أن تبتقوا فضلا من ربكم وي حجم على الحاجة وي مركوا قضاء الحاجة مع زيارة مع زيارة قاعدة سيوستك يثبت ضمنا ما لا يثبت استغلالا انت وهي
حديثك عائشة أنا أولود لي شدايو أيضا وحريجت إن كنت لا أدخل البيت إلا لحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة دنت مكان أي ماذا قفك حنوسين يقولوا دحيا لا أنا السعودان أون لي حنين بان بريدين شري كدمنا وانك سعون شري شدا سمركة ولا وحكبدا لما أقول أنا يوي ولا ينقطع مقه التتابع تتابع ما يحرك موالاتك اعتكافك بالخروج بحيث لو بحي بمرض حنون درتي بالخروج بمرض لمرض حنون درتي بضب حضي وحنون ستة أضوب معتكفة يا حنون كقيمة حنون كاسي وحاشر دا إنه يا حنون كاللو بحي كار عادة اللو بحي ما حنون يرئي دور يروك وقبطة إيو ميرك عنعنطة إيو مرغ يروك اسكو كاتاقو وتكتب عسان كارتة إيو ولا الله بحي مايو مرض الضغطة يا عافية ضب حتى لقاها الله إياه هنا الضغطة رأتو حوانك بوذي مرض كمان مرين نهاء مسلا أفراد بان مرين مرض كمان مرين نهاء لابون باين أود من المركز الخروج للمرض هذا مرين ولا ينقطع تتابع بالخروج بمرض بسبب مرض مرض كاسو يوحي جكوبا هنا إياه إلى الخروج بحيتان قيد ويهد مرض حاجر أن كوبا هنا إن أضبحضه ومرض كخفيف كا ككل دي بتجيلنا بحيتان ومتك علوس يا دختنا دارك تدا وسوقا تحرم بابي هذا متك أسرقكم مجو أيوم حي لي قياسا على الخروج لقضاء الحاجة تبان لنا إن كادي لوبحو أما صحراء لوبحو أما ويسال لوبحو أما إغتسال لوبحو ما قلنا تتابع مرضكم من باب الأولى لابد من حان الله كان ما هو وح من الله كإيمان إياه ولا بحيد ولا ينقل أتتابع حيرك كوك مايو الخروج بحيد حدرت اللوبحو إن طالت مدة الاعتكاف هذه مدة الاعتكاف دير تاي مدة دير باعتكاف بالبؤها شن يتبن بريبوها مثلا أما دور يلا باتن بؤها قبل حيد باكو يمت تدبدا بري حيد تاي أما اللحظة أبري أما شن تأبري كل بنت ودونها هاي كالقوي ما يتطابعي منذور كأها سيدي بوجر ياوي صدرت هوينو يدو هذا يكون در تشارين متطابعين أما كفارة الظهار أي عفوا كفارة الجماع أو شارين متطابعين لا إيمان يسو أما كفارة القتل أو شارين متطابعين لا إيمان يسو حيثكم مكالقوين يتطابع أبوابتا كذلك هنا ولا بحيدين حيدك ما كلا قاهي إن طالها طيدير تاي مدة الاعتكاف حيد تطابع ما كلا قوني يحرير كهدي مدة الاعتكاف كدير تاي بالقويري محلو يري لأن المعتادة كالمذكور لأن المعلومة كالمشروط والمعروف عرفا كالمشروط شرطا جوارو مركي بالقب سنة يسيبة أذوق يا أنوق بيا أيذوب ويقاين إنه حيد إيمانه يه في الشهر وحلو عقاء الله صور ربي بكد جنية شرطي لغو صور ربي استنو كد جنية ساس هو يمرك يمتو ديراته بغير اختيار كنا وكوي مادا فإن كانت مددها ضيطة بحيث تخلو عنه عين الحيض إن قطعت طابع في الأظهر لكن مددي أي كنا درتني اعتكاف مدد حيث كم مرنا أنكر هضيها هاي كدمنا حيث وسود الري وسود دقاسوه واسكي مادا وكالقاء يحرركم حيثري تمام برينا الاعتكاف تدوب برينا الاعتكاف شنو يتوب برينا الاعتكاف غالبا انه شنو يتوب بري وحكير ها حيد واكم قبر واكم مقناه ظاهر بين كان نقطة غالبا دمر كبش هالمر بيديك هلان غالبا واسدة فإن كانت هذه هي مددي فإن كانت مدة الاعتكاف بحيث تخلو عنه عن الحيض قدر يمقدار حيث كم مرنان كرت أمايك وكم مرنان كري يندر تومدود عيد إن قطعت طابع في الأذى إنه قبس النوم حي لي ونادر أن حكم لهين وي نادر أن حكم لهين ويو وحالين تطابع ولا جربا وحدكوها جين كرتا هه وحدكوها جين كرتا مدوسا كلا جوينين للرهاتسو شيء معتاد ما شيء المعتاد هو كالمذكور المعروف هو كالمشبر يكره كان محيلي
ولا قاربا ومدته طبعا وكلا قاي وحدور دارنا مليهد والله إيمانيس أدركوا سيدا سوليه لإمكان الموالات موالات كبا صورة قليا موالات كبا صورة قليا من غير حيض أو مركز صائق ورو ظاهر نقط وبيب الله بكرتا اعتكاف بعد الطهر بيب الله بكرتا مدده ويرتاي لكن مدده هطي ديرده بيو كلاهيد حيضان ما بنقون كرتوه حيضان ما بنقون كرتا غالبا قبرده دي حيضوتا لقاه الله آي سلقام الله إيه. أما وحي غالبا وحي غالبا قبرده كم وكم مغنان شري هدو يما دو والاعتبارنا إيه ومركز مدده يرتاي وحي قبرده غالبا أن كم مغنان ولو عدور داري وحي أن كم غنان ترين اللوغو عدو الدار ما هي معنو سيدا سوء يا ما أدري شو أحمد كنين أي قادة طيدو معتكفة أصوصا ديقو أقوي منه وكفة قادة أور في عنوي هذا بسوء حاجك مصر ميزان قبل المسلماء وضع مركو صونك بالله وضع اللقات كنين كاسو متجر سلف قال له ويدي وحيدة هذين تابعين يا صحابي يا أتباع التابعين وكذلك أحمد والنص لو ودي هدان واحد ليبا وحق دخطر يا عافت كيما ينوى بناية لكن دخاترته وحي شيء يعني انت بدنا انو عافي ما در ركينو خلق الحاجة ديك هرمونكو ازدوان مرا عافي ما در حاونا باكرنا شا وحوال بسود ربي وطلع كسو عدى فراك قادة قولوا لك هدايت حالة استثنائية قول عافي ما بدنا وإنها التاجيس ويضح بالنقنين أو فصحين ولا بالخروج ناسيا على المذهب هذا أنا مسألة دي شناط بالله بالشيخ وها الخروج ناسيا ولا ينقطع التتابع بمرض ولا ينقطع التتابع بحيض ولا ينقطع التتابع بخروج تاسيس قوعد في هذا ولا بالخروج بحيتان وكبح من المسجد ناسيا نسقوا إسئل وسنو إسلمان سن على المذهب أضين قبصنا سيد اللي قلت لك لا بأي إشكال بكجرو إشكال وقاعدة دي آهيت النسيان لا يؤثر في ترك المامورات به نسيانكو هلمانكو يسهو وحوا كما قادك كرو تجد لقتك شيء لقو أمره واجبة واللبث في المسجدنا ومأمور به لا منهي عنه خروجكم مركه محبري حقيقة اللبث والمكث والاعتكاف البابئية والنسيان لا يؤثر في ترك المأمورات إنما يؤثر في ترك المنهيات في ارتكاب المنهيات عفوا في ارتكاب المنهيات هل كاسو كإيمانية وحكرو كإيمانية لا فرق بين الناس بين الناس والذاكر والعامد والساهي في خطاب الوضع اللبث نمحوها شرط أو ركن حقيقة هذه ما واحد وعي خطاب الوضع بجلسة ركن يقول شروط ومن خطاب الوضع لبث ولا وايي مكث ولا وايي اعتكاف ولا وايي خروج بايمت مرحدي حقيقة اللوايو حقيقة أما كنت تكسي أو كبابي نسيانا أما كبابي عمدا اسكم مدوي ومشي عسكدين مالكية حنفية مركة الدهين من أكل ناسيا أو شرب ناسيا بطل صومه لأن حقيقة صوم حوها الإمساك عن المفطرات أو المفطرات ننكنا لم يمسك وإنما أكل وشرب انتفاء الحقائق لا يؤثر فيها بكيري ماشي إيه يا اللي بعدهن داعين الكتشوك ستبش كسنا ودوشي بيس كم أنا ودوشي بيس الله بقوله بكيري سو ما تبي أنا كهلمان كهذي لو شه هذي حسوس هذا محي أنفع ذي شيء بكيري الله بقوله واجبين ياي دينكم بانكار بانو إن دولا أنا هذا يقول تالا هبين مكتب وأنا مكسنة هذا يقول تالا حولها سوس عم بانكله خطاب الوضع يسوي باب كساس وكلو مسألة يفهم وين يقول لها كوها يحبها لعذر داري ما كلا مرة أيوه انتفاء الحقائق حقيقة الإسلام المنافية لحقيقة الشرك ما ماشي حتى رأينا إيس مركز يكون في لعذر داري يعني إسلام ما يقوع منها يا كما صح إيس لا بد إشكال بكو جرا ودم بلا ماذا كسيداس هو خلاف بدنا واجرا
أنه علينا هاي أصل وامحي النسيان هو مرفوع عن العباد تفضلا وإحسانا من الله. إن الله وضع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولا ينقطع حكم هاي اعتطابع بخروج المؤذن مؤذن كوبحة الراتب رقلقة هاي تشكتدها المسيادة إلى منارة إلى مئذنة أبحة منارة وامشة لقاء هذا مدير كور لوردسو منارة ليلة هذا منائر يا مناور نوالو جمعية مئذنة نوال مآذن نوالو جمعية ويقول روح جير جيرت منارة مسيادة أن كل جنين وبنان كاسو كلا قطال الباب كلا قطال برتا وتضع هداية كلا قطال ومقال اللورد هو إلى مقرفون أي واحد مترني مسيادة من ذا يربح سن منارة على صوير درشين ما لحظة لقيت هاجي وفولي مآذن كفيت هذا كروكو يستمع سو هذا ماي حط كاسو حارون وقارو إلى سكشن تري وكله هذا يقول أنت هل كان فرد يا تون كيلو متر هذا كنا قارية أحبان بارب السخرة وأنا مشروع هو مقصود هذا نمن كألان ديري هاي إن لا ضرته نبكوير هذا عبد الله بن زيد وكالي أميري بلال فإنه أنت منك صوت رساك عض ملن سقط باش الدانة مني رزع إنه واحد لأن هل كان لقوله تذكر شغل ما ديكره والعمل بخلافي مقصود الشارعي نقلا ومعنى صلى الله السنة وكلا دتك تاجته وكلا تشيف الله ير حق دورها حقوق حطك الله يرجع ونقول لكن ها أذانك إيوه شعيرت عنك صلى الله شد إيوه لا معك بحكره مكرفونك وقول ليرا كل عاية مينجي بنقول حنا مزاتك نيجي جور هجور نيجي شو هجور خليه يروح كسر جوري يا مرايكنكا أو مين هم زاد درس لا هات ابنه وهاي طن سماهنا إيش كبد ده قالك إنت اللي قاعدين دور دعوة أنا جايت مد وأنا وضاس على جو قبته إني ما يروح بقلبت كي يملي يا حاولها الشيخ يرجع الله هذا القيام بلا الله هذا وأنا كنت قاعد رمضان شو ذوق كلي هذا مين كان كده وش ذوق كلي سوالي ده نبي كان تكتمت مساجد أشون كأدان كأيد لأن مساجد ده حاجة يروح بقلب ما كاتكتو الباب كان هذا بلال كان كاهي ودو فديار بنان كيس هذا تاجن أو مشا تاجن ما مغلي سدي الأدم هذا الباب كعشين ياي هل كان أتصون أساسا ما مغلي سيد سنة ظهرانه تكينية مسايد أن كان ذا أن كنت كذي ومسايد وين الصمد ولا أحد ما قاعد شيء ما أحد شيء تبغى ليه تيجي أيان اسكور دنا يا أنا مو هيا وذات أشكيرة يا سؤالي ويدير يا أنا مود ولا دور أنا لجيلين رقعد دمبام كجاري والله قيمي والله عذابي مر والله عذابي ما مغليس ما كرمه ما لقى قيمه لقى عذاب هاي قلب وحمزات وكحر أيان نب كده هاي أشون كأذان ماشى سكدة موجودة هل كان هذا مغني ماشى هذا الباب كات وين بهذا بنان كيس ذاك تبسوي تيغ تيغ وايز حرام حم مغليس محاضرة بيها كسرعة وذات إنها تكتاج وفرم بعض كم يوحى مغلي مش مرايدة كفيرين واحد مغلي مشروع حسابي بيسون من جوريان وحي كانن أفريقيا حضر ماشي سكوع عليا وما ضيع لا فينن هذو مساعد إن دب هيان أذان كي يقران كي ندب يو جورين وحكو حلاتان مرايدها دفاع عتكا gashada guri ma ka dhisanaysaa adduunyada ay baabaysay hadii diinkeedan dhibi oo adaankeedan dhibi oo quraankeedan dhibi oo tooshii xamil ila dhihiin hadda xukunkiin uba gali mayne laakiin marka guri aad dhisanaysaa hagaajisto muraayadaha maxaa liij magacu macaliyada haye jacal yada ku bixna afka qalaad soundproof miyaha soundproof lagu xiro soundproof lagu xiro waa cod dalfiya weeyo waa muraayadaha codka dalfiya dhawaq dalfiya ودوينك ugu xiran yahay guriyaha ay weeyo ku yaala darbiyada ka sokeeyo waxa lagu xiraa kaas dirbalku waxa maqli meeshid tareen haduu maraxta wad ka siicari dhawaq iyo sharq maqli meeshid gaalada adduunyada ku fiicayeen adduunyada ka soo qaato ku xidha masaajidna faraha ka qaada wala bi khuruj al muadhin muadhinka oo baxayna ku jabi ma yahay tabaaciis ku geeymay arratibi rigliga ay lagu talagay inuu masaajid ku aadamo muadhin baranka feel iska soo orday اعتقابك سوى برهية اتطابعي سوى برهية وينو الراتب ياي انو كأذ مسادكو أذام الله قطة لقالي
لو رتبي لو اوغيهي لو هلي الى مناره منار ابحو منفصله كجوان عن المسجد مسجدك للاذان ابحي دنكر ابحين في الاسعد نقبسن هاي لي لانها من منارد مسجدك لو دسي ومعدوده منه اصي حساب سنت يثبت طبعا ما لا يثبت ابتداء وهي التابع وتابع وأولي باء أم حل التابع لا يفرض بحكم قاعدة وصومرتين التابع لا يفرض بحكم تابع حنقنا الله مسيه وحور الله إرحاقية كتاب الزكاة من قاعدة كصومرتين دملا شو قصص كيريم حيا لي حاشر دكليا من أراد مسجد كاسي وكأذامي إمام كرات ما دين كراتك وين يقول لسنت الله وطلق لي هذا يدون تبع فقاته انت وحكود من مسائل كده وقابل كده من يي وحيوب بحيال فرع وكلية ويجب وحواجبية قضاء أوقات الخروج بالأعذار وحواجبية فرع مضح برنام ويي قضاء أوقات الخروج بحيتان كحلية دي سحلية دي اللي بحي بالأعذار بسعر الله بحي إن لقضية واجبية أعذار توي وأعذار تأن قويني ينبو وجد تطابع كالحيودي والجنابتي أعذارتي أن تطابعوا كوكو أينين إذ حقا نبح ذي إذ بنانك تكتوات وقضي نيسا ويجب قضاء أوقات الخروج بحيتانك وقت يديسي إن أتوقع ذيسا واجب يسا بالأعذار بسبب الأعذار أتكب هذا التي لا ينقطع بها تطابق الحيد والجناب إلا أوقات قضاء الحاجة مويد وقت يدي قضاء الحاجة ولا مسوى قضيه أو ويدوا ضروري مدى أيضاها كاذبة ضب حضي سحرة ضب حضي ويسة ضب حضي لمس وقضينا لكن عذر دارك كالي انت تابع قوينين حقا نعان ضروري آهين وتصوقضين كالخروج للحيض وكالخروج للمرض وكالخروج للجنابة والله سبحانه وتعالى عليه.